زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد، مرحبا بكم. راقي شرعي وشخصين آخرين بالسخيرات يعتدون على امرأة وابنتها. ذكرت إحدى الجرائد الإلكترونية أن مصدرا مطلعا لها كشف أن عناصر الدرك الملكي بالسخيرات تمكن من اعتقال راقي وشخصين آخرين على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة وابنتها تعرضتا للعنف. وأوضح المصدر نفسه أن عناصر الدرك الملكي بالسخيرات قاموا باعتقال الراقي ومرافقيه بمجرد توصلهما بالشكاية من طرف السيدة التي تتهمه بالاعتداء عليها على مستوى الوجه والرأس. وأكد المصدر ذاته أنه تمت إحالة المتهمين مشتبه فيهم صباح اليوم الخميس على سجن العرجات بسلا. وتعود تفاصيل هذه الواقعة حينما كشفت إحدى السيدات تعرضها للعنف والضرب المبرح على مستوى الوجه من طرف أحد الرقاة المعروفين بمدينة سخيرات. وأكدت السيدة في الشكاية التي وضعتها لدى عناصر الدرك الملكي أنها قصدت الراقي من أجل الخضوع لحصة الرقية الشرعية، لكنها تتفاجأ حينما بدأ يقوم بتعنيفها بشكل خطير رفقة مساعديه، ما جعلها تقدم شكاية ضده.